بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. سعداء ان احنا نلتقي بكم النهارده في دراسه لسفر الرؤيا في الاصحاح 17. كنا انتهينا من الجزء الاول منه، واللي كان فيه شاف يوحنا الرائي شاف بابل كامراه زانيه جالسه على وحش قرمزي وله 7 رؤوس و10 قرون، وازاي شافها انها سكره من دم القديسين. كنا شرحنا دم القديسين ده اللي هي اسقطتهم او اللي هي سفكت دمائهم، وتعجب. لما تعجب ربنا قال له، الملاك قال له ما تتعجبش. هنكمل بقى ابتداء من العدد السابع لنهايه الاصحاح ان شاء الله. في العدد السابع: ثم قال لي الملاك لماذا تعجبت؟ أنا أقول لك سر المرأة والوحش الحامل لها الذي له 7 رؤوس و10 قرون. الوحش الذي رأيت كان وليس الآن، هو عتيد أن يصعد من الهاوية ويمضي إلى الهلاك. وسيتعجب الساكنون على الأرض الذين ليست أسماءهم مكتوبة في سفر الحياة منذ تأسيس العالم، حينما يرون الوحش أنه كان وليس الآن مع أنه كائن. الوحش هنا بيتكلم على الشيطان، وقال عليه الذي كان. يعني الشيطان كان له سلطان على كل البشر، كان وظيفته انه يشتكي عليهم، وكان ان هو يسبيهم يقصرهم، وكان اي نفس تفارق الحياة على الارض كان يسبيها للجحيم عند موتها. ولكن السيد المسيح لما صلب على الصليب وقيد الشيطان 1000 سنة، فأصبح الشيطان ما ليس له سلطان. المسيح حررنا بدمه وبفدائه، وعشان كده عبر هذا التعبير وقال وليس الآن. يعني المسيح أعطانا سلطان على إبليس، مش العكس. يعني مع أنه كائن، برضو كائن، يعني الشيطان موجود وبيحارب البشر سواء أولاد الله أو اللي ما يعرفوش ربنا، وبيستخدمهم وسيلة لتنفيذ أغراضه الخبيثة. لكن أولاد الله لهم سلطان عليه، وده اللي هيخلي العالم والناس اللي هم أسماءهم ليست مكتوبة في سفر الحياة يتعجبوا كيف، لأن أولاد الله سلطان على إبليس، لهم قوة أنهم لا ينخرطوا في الشر وفي الخطية. شوفوا إزاي. ودي بقى اللي شرح لنا سفر حزقيال، نفس المعنى جاء في سفر حزقيال لما بيقول له يا ابن آدم إني كسرت ذراع فرعون ملك مصر، ها أنا ذا على فرعون ملك مصر أكسر ذراعه القوية وأسقط السيف من يده. فرعون هنا كملك وثني كان بيعبد الشيطان في شخص الأصنام، وصار رمز للشر وللشيطان. والمسيح قطع ذراعه بالصليب فأفقده قوته، لم يتبقى منه إلا رأسه. وهنا معناها أن الأفكار بتاعته له قوة فكرية ما زالت منتشرة، وده اللي بيعمله الشيطان، إن هو يعرض أفكاره وأنت ممكن تقبلها أو ترفضها، من حقك يعني. وأولاد الله لهم القدرة أنهم يرفضوا أفكار الشيطان ويرفضوا الانصياع إلى رأيه. وهو عتيد أن يصعد من الجحيم، ده اللي هيحصل في نهاية 1000 سنة، أن هيحل إبليس زمانا يسيرا. ده هيبقى في مدة ضد المسيح وفي مدة النبي الكذاب، إلا أن نهايته أنه هيمضي إلى الهلاك، يطرح في البحيرة المتلقدة بالنار. أولاد سيتعجب، أولاد الله لهم سلطان على إبليس وعلى شهوتهم، يحتقروا ملذات العالم. ده اللي هيخلي الآخرين يتعجبوا، اللي هم ليست أسماءهم مكتوبة في سفر الحياة، تعجبوا من هذا السلطان. إزاي؟ طبعا هم ما يعرفوش قوة سر الصليب، يعني إيه النعمة والقوة اللي بيديها الفداء اللي أتمه المسيح وأعطى لأولاد الله سلطان أنهم يدوسوا على الحياة والعقارب. هنا الذهن الذي له حكمة: 7 الرؤوس هي 7 جبال عليها المرأة جالسة. 7 رؤوس هي 7 جبال، هي 7 ممالك قوية ظهرت في عبر التاريخ واضطهدت شعب الله. إلا أن طبعا رقم 7 ده رقم الكمال، إلا أن احنا نقدر فعلا من دراستنا للتاريخ نحدد أسماء 7 ممالك فعلا قامت باضطهاد أولاد الله وسفكت دمائهم. وده معناها رقم 7 يعني أن أولاد الله مضطهدين في كل زمان، رقم الكمال يعني.
والكتاب المقدس علمنا كده، جميع الذين يريدون أن يعيشوا بالتقوى في المسيح يسوع يضطهدون. عليها المرأة جالسة، لأن دي كانت الممالك اللي هي بتدعم الشر وتضطهد أولاد الله. وسبعة ملوك، خمسة سقطوا وواحد موجود والآخر لم يأتي بعد، ومتى أتى ينبغي أن يبقى قليلا. سبعة ملوك، خمسة سقطوا يعني انتهوا يعني خلصوا. لو حسبناهم هنلاقي أولا مصر اللي أذلت شعب الله، وفرعون اللي كان بيهزأ بمعرفة ربنا يقول من هو الرب اللي أسمع له، مملكة أشور اللي كانت سبت بني إسرائيل، عشر أسباط من بني إسرائيل سنة 722 قبل الميلاد، ومملكة بابل اللي سبت يهوذا سنة 586 قبل الميلاد وكسرت الهيكل وخربت أورشليم، مملكة فارس اللي كانوا بيعطلوا بناء الهيكل، وبعدين مملكة اليونان اللي أشهر ملوكهم اضطهد شعب الله اضطهادا عنيفا ودنس الهيكل وذبح الخنازير عليه اللي هو كان أنتيوخوس إبيفانيوس. المملكة السادسة اللي هي الرومان اللي في أيامهم تمت هذه الرؤية، عشان كده يقول إن هو موجود حاليا، العصر ده كان موجود. والتاريخ ذكر عشرة أباطرة رومان سفكوا دماء المسيحيين. السابع بقى الآخر لم يأتي بعد، ومتى أتى ينبغي أن يبقى قليلا. على أن قدم المملكة الرومانية قام ملك آخر، غالبا هو حكم الملوك اللي هم كانوا بيدينوا بالأريوسية اللي كانت بتنكر لاهوت السيد المسيح واضطهدوا كنيسة المسيح، واستمر هذا الاضطهاد فترة طويلة، بل إن هو لحد الآن بيظهر في الهرطقات والبدع اللي بتظهر وتنكر إلهية السيد المسيح، حتى من يدعوا أنهم مسيحيين ولكنهم ينكروا إلهية السيد المسيح، سواء كانوا من شهود يهوه أو من أدفنتست، كل دول لا يعترفوا بإلهية السيد المسيح. العدد 11، والوحش الذي كان وليس الآن فهو ثامن، وهو من السبعة ويمضي إلى الهلاك. هنا المملكة الثامنة هي مملكة الوحش اللي بيدعمه إبليس، وقال عليه الذي كان وليس الآن وهو من السبعة. الوحش الشيطان هيعطيه كل قوته، بس مش دلوقتي، لما يحل هو نفسه يحل من سجنه، لأن الشيطان كان له سلطان، ولكن المسيح قيد هذا السلطان بالصليب، ولكن في نهاية الزمان هيحل من سجنه ويعطي كل سلطانه للوحش. والشيطان هو اللي هيحرك الوحش زي ما كان بيحرك السبعة ممالك اللي ذكرناهم، لكن كون ان هو يعني ذكره لوحده ده معناه ان هو هيضطهد الكنيسة بصورة اعنف مما حدث مع السبعة ممالك الاخرى السابقة. وقال عليه ان هو من السبعة لانه خرج من احدى هذه الممالك، يعني خرج من البحر، ولذلك سمي وحش البحر. ووصفوا الذي كان وليس الآن، دي عبارة قيلت عن الشيطان. وتلاحظوا هنا في تداخل ما بين الشيطان والوحش، لأن الشيطان هيعطي كل قوته للوحش، لكن الشيطان هو اللي هيحركه. والعشرة قرون التي رأيت هي عشرة ملوك، ده العدد 12، لم يأخذوا ملكا بعد، ولكنهم يأخذون سلطانهم كملوك ساعة واحدة مع الوحش. ده معناها إن العشرة قرون دول عشرة ملوك أيام الوحش هيدعموه هيأيدوه، إلا أنهم مدتهم هتبقى قليلة، لأن رجع قال عليهم ساعة واحدة يعني مدة قليلة. وقال عليهم أن لهم رأي واحد، يعني زي ما تقول هيعملوا زي تحالف أو زي حزب أو زي شراكة عسكرية أو سياسية مع بعضهم يعني، وهيدوا كل قوتهم للوحش، هيسندوا الوحش عسكريا، وكل دول هيقاوموا الكنيسة. العدد 14، هؤلاء سيحاربون الخروف والخروف يغلبهم، لأنه رب الأرباب وملك الملوك، والذين معه مدعوون ومختارون ومؤمنون. الآية دي تعتبر يعني أجمل آية، الإصحاح كله جميل بس دي بالذات الطب بتاعت الإصحاح،
بيقول إن النصرة في الآخر هتكون للمسيح وللكنيسة، والمسيح هيحارب من أجل الكنيسة ومش هتركها للآخر. لكن إزاي هيغلب الحمل الناس دول المتحالفين ضد الكنيسة، ده اللي هيشرحه في الأعداد الأخيرة من هذا الإصحاح. لأن هذا العدد يا أحبائي بالذات أنا بحط له عنوان جميل جدا، أن الكنيسة تحارب ولكنها تغلب تنتصر. دايما الكنيسة تنتصر في النهاية، تيجي عليها ضيقات، تيجي عليها أزمات، تيجي عليها سفك دماء إلى آخره، لكنها في النهاية تنتصر. العدد 15 للعدد 18 نراهم مع بعض. ثم قال لي: المياه التي رأيت حيث الزانية جالسة هي شعوب وجموع وأمم وألسنة، وأما العشرة قرون التي رأيت على الوحش، هؤلاء سيبغضون الزانية، سيجعلونها خربة وعريانة، ويأكلون لحمها ويحرقونها بالنار، لأن الله وضع في قلوبهم أن يصنعوا رأيه، وأن يصنعوا رأيا واحدا، ويعطوا الوحش ملكهم حتى تكمل أقوال الله. والمرأة التي رأيت هي المدينة العظيمة التي لها ملك على ملوك الأرض. الملوك العشرة دول تصوروا أن تحالفهم مع ضد المسيح هيبقى سبب في زيادة غناهم ومجدهم وقوتهم يعني، لكن اللي هيحصل أنهم يدخلوا في حرب بعضهم وبين بعض، سيدمروا نفسهم. وقال عليهم أن مدنهم هتصير خربة، سيجعلونها خربة وعريانة. ده بسماح من الله يعني هيقعوا في بعض. وهنا الشر دايما يفسد نفسه بنفسه، دي حقيقة هامة يعني. يعني ما نلاقي الشر زاد في العالم ما نتخضش، ما نزعلش، سيبوه هو بيهلك نفسه بنفسه. وبعدين رجع قال عليها: يأكلون لحمها ويحرقونها بالنار. هنا بقى شدة التدمير ليحل بهذه الممالك، وإن كل اللي بيعملوه ده هيقول في النهاية لحساب المسيح ولحساب الكنيسة. وإن كانوا بيعملوا الحاجات دي بدوافع شخصية، لكن هنجد هنا تطبيق للي اتقال في الإصحاح الـ 12 قبل كده، لما بيقولوا أعانت الأرض المرأة، ورجع هنا قال إيه؟ ويعطوا الوحش ملكهم. يعني هم بيتضامنوا مع الوحش ويسخروا له قدراتهم العسكرية، وإلا إن تضامنهم مع الوحش ده هو اللي هيبقى سبب في خرابهم. والمدينة العظيمة هنا ذكر المدينة العظيمة اللي هي بابل، هتبقى مملكة الشر في العالم. أو ممكن يقصد بيها أورشليم، لأن الوحش هيسكن في أورشليم وهيخضع له كل ملوك العالم، وله سلطان على كل ملوك الأرض. هنا بقى في نختم الإصحاح بمقارنة بما قيل عن المرأة المتسربلة بالشمس، أنها هربت إلى البرية في معرفة، موضع معد من الله عشان يعولها هناك في البرية، مكان معروف ومعد لاستقبالها. لكن المرأة الشريرة بابل لما هربت، هربت في برية، يعني في منطقة قحلة وجفة، وعاشت في خطية وخراب ودمار. وإلى مزيد من التفاصيل إن شاء الله في الإصحاح القادم. نشكركم على المتابعة، وإن شاء الله نشوفكم في الحلقة القادمة بإذن الله. شكرا جزيلا، ربنا معكم.